السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا على اليوتيوب. النهاردة سبحان الله حبيت أن أكلمكم عن حجر كريم عالي الصلابة، بيستخدم في حاجات كتير جدا صناعية وأيضا في الزينة، ولكنه غالي الثمن جدا، اللي هو الألماس أو الألماس. والألماس هو متأثر للكربون ذو تركيب بلوري تكعيبي، ويتخذ أشكال مضاعفة، لذلك البناء التكعيبي ذو 8 أوجه وأيضا 12 وجه. وأحيانا ما تحدث طفرات في تكوينه فيبدو كروي الشكل، إلا أن العوامل الخارجية تساعد على ذلك التشكيل. ومن المعروف أنه متكون من عنصر الكربون فقط الذي يتعرض لضغوط في باطن الأرض على بعد من 150 كيلومتر ل 200 كيلومتر لمدة آلاف السنين، فيتحول إلى هذا الحجر الذي يتم صقله ويصبح رائع الجمال ويجذب قلوب وعيون النساء، وأنا منهم طبعا. بصراحة ما اضحكش عليكم، أنا طول عمري أنا ووالدتي نحب الذهب، أموت في الذهب. لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وأنجح أو أحقق إنجاز تجيب لي حاجة ده، أنا لو عجبتني حاجة ده بشتريها، ده بالإضافة للشبكة والحاجات اللي احنا عارفينها في مصر. لكن عمري ما اشتريت خاتم ألماس، أنا طلع في دماغي دلوقتي أشتري خاتم ألماس، ولأني أنا ما اشتريتش قبل كده خاتم ألماس، حبيت أعرف أسعار الألماس ازاي بيتم حسابه، ازاي الواحد بيشتريه، لانه له طريقة خاصة في شرائه بتعتمد على ما نسميه. ويلا مع بعض تعالوا نشوفوا انا بحثت في ايه. سوق الالماس في مصر وفي كل دول العالم بيعتمد على 4 حاجات اما نيجي نشتري نبحث عنهم. اول حاجة اللون، الكولر، ويفضل ان يكون ابيض. ثاني حاجة النقاء أو الشفافية، الكلاريتي. رابع حاجة القطع أو الحكة زي ما بيقولوها الناس بتوع الألماس.
كما يبدو واضحا من اسمه فإن هذا النوع من أحجار الناس يتميز بنقائه الخارجي والداخلي، وهو نادر للغاية.
لتصنيف الماس، وهو اختصاص مختبرات جمعية الأحجار الكبيرة. وليس 45,000، ويمكن أن يصل إلى أرقام خيالية تصل إلى ملايين الجنيهات. ولا يشترط على المستهلك شراء خاتم خطوبة وزنه قيراط أو سنين، فمن الممكن شراء حجر وزنه 35% سنتيم ولونه H ودرجة نقائه VVS2 من القطع الدائري، وخواتم الألماس تصنع من الذهب الأصفر عيار 18، وبتكتسب اللون الفضي عن طريق الطلاء بمادة الرجو، وتتغير أسعار الألماس أسبوعيا عبر مؤسسة رابابورت الدولية، إذ يتابعها كل المتعاملون بأسواق الماس، ولكنها خدمة مدفوعة الأجر.
ويخسر الألماس عند إعادة بيعه أو الاستبدال خسارة محددة بتكتب في الضمان وبتتراوح بين 10 و25% من السعر، ويجب الحصول على فاتورة. ويجب على المستهلك التوجه لنفس التاجر في حالة البيع أو الاستبدال، لأن الفاتورة والضمان بمثابة عقد، والتاجر غير ملزم بما تم الاتفاق عليه مع غيره. ووزن الألماس يقاس بالقيراط ويساوي 20% جرام أو 5 جرام، ويعتمد سعر حجر الألماس على وزنه، ولكن ليس معنى ذلك أن يكون حجر وزنه نصف قيراط سعره 35,000 جنيه أن يكون حجر آخر وزنه قيراط سعره 70,000 جنيه. ووحدة قياس القيراط هي السنتيم، وكل قيراط يساوي 100 جزء، فيقال حجر وزنه 40 سنتيم أو 70 سنتيم. أما ألوان الألماس فهي تبدأ بحرف G وهو لون أبيض جميل حتى حرف Z، وبتنخفض القيمة بانخفاض الدرجة، فدرجة H أعلى من درجة K. الدرجة اللونية H، لأن الدرجة اللونية H سعرها معتدل، وكل نزول من درجة لونية للتالية لها وتخفض من القيمة السعرية للماسة من 5% ل10%، كما أن القطعة أو القط أكثر العوامل أهمية في تحديد سعر الألماس ويؤثر فيه بصورة مباشرة. ويقصد بالقطع طريقة تقطيع الحجر وصقله، إذ إنها تؤثر على شدته وبريقه ولمعانه. كما يقصد بالقطع أيضا شكل الحجر، حيث يتم تقطيع الألماس بأشكال مختلفة، من بينها القطعة المركيز والباجت والأجاس والقلب والشكل البيضاوي وما يشبه قطع الزمرد، إضافة إلى قطع الدائرة التقليدي. وإذا أراد المستهلك خفض قيمة الخاتم مع الاحتفاظ بالوزن، فينبغي التقليل من درجة النقاء وليس اللون، لأنه أكثر ظهور. وأصبح أخيرا يشار إلى الشهادة المعتمدة للحجر على أنها العامل الخامس من العوامل المحددة لسعر الألماس. فقطعة ألماس بلا شهادة معتمدة تقل كثيرا، ربما بنسبة 40% من الثمن. يلا بقى مع بعض نروح نحاول نشتري حاجة من الألماس في حدود إمكانياتنا. ربنا يعيني ويعينكم بقى، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبكم الفيديو، وإن شاء الله يعجبكم، ويا رب يا رب يرزقني ويرزقكم كده بخواتم من الألماس، بل أطقم كاملة من الألماس لنستمتع بها في الدنيا، وأن تكون من مال حلال. ضعوا لايك واشتركوا في قناتنا، إن شاء الله كل اللي هيحط لايك وأنا أولكم طبعا، ربنا هيرزقه بخاتم ماس. وإلى اللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الناس هتموت نفسها. موت نفسها.